قريتي؟ ما طلعتيش على الورقة. الشحنة كيو جوج عشرة ناقص أربعة. تقريبا نفس الأسئلة بتعبير آخر. نعم؟ إلا الدور نعم، بدل إن الدور هو أربعة ديال الميلي سكوند بدل. نشحن مكتفا سعته 16 ميكروفاراد تحت توتر U يساوي 20 فولت، ثم نربطه بوشعة معامل تحريضها L ومقاومتها R كتساوي 2 أوم. أحسب الشحنة البدئية للمكتف، ثم أحسب الطاقة البدئية المخزونة في المكتف. عطينا رسم ديال المنحنى ديال U C بدلالة الزمن. إذن في هذا التمرين المعطيات عندنا U C توتر الشحن هو 20 فولت، و C هي 10 ميكرو فاراد. عندنا مكتف ووشعة عندنا L وجوج ديال الأم. هذه هي المعطيات ديال هذا التمرين. هذا احسب الشحنة البدئية للمكتف كو كتساوي سي او سي، اذا هي 20 او 10 في 10 ناقص 6 في 20، اذا كو صفر هي 10 ناقص 4 كولوم. إذن هذه UC هذه UB السؤال الثاني هي المعادلة التفاضلية التي تحققها UC. إذن قانون قابلية التوترات للجمع اس زائد او بي كتساوي صفر. قلنا فقط او بي نكتبو التعبير ديالها، او بي هي ال دي تي على دي تي زائد بوتيت ار دي اي، واللي غادي يمكننا نعبر على اي هي السي دي دو او سي على دي تي، وهذا غادي في غادي يعطينا مباشره بان او سي زائد ال سي دي مربع ديال او سي على دي تي مربع كتساوي صفر. هذه هي المعادله التفاضليه التي تحققها اس عفوا زائد ار في اي واحد بيتيت ار. احسن انني نعوض، هي اس سي زائد ال سي دي مربع ديال اس سي على دي دي مربع زائد ار سي دي دو او سي على دي كتساوي صفر. عادي يمكن لي الان نكتبها بلون مغاير، هي او سي زائد ال سي دي مربع ديال او سي على دي دي مربع زائد بوتيت اف سي دي دو او سي على دي تي
الكل يساوي صفر. معادلة من الدرجة الثانية ليست بخطية نظرا لوجود الدي دو اس على الدي دي. حقيقة هذه المعادلة هذه من الدرجة الثانية وقلت ليست بخطية. الحل ديالها عبارة عن دالة مركبة من دالة أسية ومن دالة جيبية، لأن المنحنى اللي عطاوكم على هذا الشكل إلا تبعنا الوسع نرى أن الوسع يتغير وفق دالة أسية. سنرى في الميكانيك بأن يمكن يكون إما وفق دالة خطية هذا ضياع الطاقة، إما قد يكون وفق دالة خطية أو دالة أسية. فهذه الحالة دالة أسية ليس ضمن المقرر ديالنا ضمن المقفاه أس دو تي. كيف باش نفهم لماذا ذاك المنحنى على ذاك الشكل؟ غادي تكون واحد أو إكسبونونسيال موان لامدا تي كوسينوس ديال جوج بي على تي بوتي. هذه هي الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية. هو ذا الوسع عبارة عن دالة اللي شفناها في النواوي، شفناها في إقامة وانعدام التيار الكهربائي، شفناها وبالتالي قلت الحل ديالها على هذا الشكل. كيبقى هذه اللمبة هذه مرتبطة بهذه المعادلة، متفقين؟ وذلك التي اللي عندنا في الحل ديال الدالة الجيبية فهو شبه الضوئي. نوليو التمرين ديالنا كيف هو موضوع. قال لك نعاين التوتر بين مربطي المكثف بواسطة راسم التذبذب فنحصل على الشكل التذبذبي الممثل جانبه، يعطي هذا الشكل أسفل الشكل أزرار للحساسية الرأسية والحساسية الأفقية لراسم التذبذب. السؤال الثالث، اعطي تعليلا لشكل التوتر المشاهد على شاشة راسم التذبذب. نعم غادي نعطيه بعدا هذا المنحنى هذا التوتر عبارة عن شنو ممكن نقوله؟ اولا يمكن ان نقول بان النظام شبه دوري وان الوسع ديال اوسي يتناقص خلال الزمن. نعم اذا نظام شبه دوري. والوسع يتناقص خلال الزمن. نتيجة ماذا؟ ضياع الطاقة على شكل حرارة في الموصل في جانب المقاومة خلال الزمن. نتيجة مفعول جول في الوشيعة ونديرو بين قوسين باش نبين، لأن الوشيعة عندها وجهان ال وعندها ال. مفعول جول في الوشيعة ذات المقاومة بوتيتا. هذا كان أوجد قيمة شبه الدور باعتباره مساويا لقيمة الدور الخاص للدار LC. فميبيانيا الميبيان اللي عندكم
حاولوا تقراوا الدور. طيب عندنا تدريجة واحدة، تدريجة واحدة بالنسبة للزمن. نعم، واحد ميلي سكوند، لأن الزر في ذلك الزر كاين 7.5 ميلي سكوند، 1 ميلي سكوند و5 ميلي سكوند. التدريج ذاك المؤشر يشير إلى 1 ميلي سكوند. إذا مبدئيا هذا السؤال الخام، ثالثا هو هذا، رابعا نعم قلنا نظام ديال التذبذبات. نعم باش نكونوا اكثر دقه في الاجابه ديال، فاجبت سؤال 3 و 4 في بنفس الطريقه. الا بغيت نرجع ونحترم الاسئله اللي طرحوا عليا هنايا، شنو غادي نكتب في ثالثا وشنو غادي نكتب في رابعا؟ ثالثا هذا راه رابعا، ثالثا شنو خصني نكتب؟ داله اسي داله شبه دوريه، داله شبه دوريه، وسعها يتناقص خلال الزمن. صافي، شبه دوريه يعني ان هناك دور شبه دور الطي، وان ليست بدوريه 100%، لان لو كانت دوريه كيخسروا سعيد ثابت. وبالتالي اذا ثالثا هنايا اسي داله شبه دوريه يتناقص وسعها خلال الزمن. إيه أصدقاء ديالكم العلوم الرياضية، فالتمرين ديالهم كيتكلم على هذا التناقص، ماشي تناقص بطريقة عشوائية، بل يخضع لقانون رياضي، أن هذا ما بين هذا الوسع وهذا الوسع فهناك قانون رياضي، ما يسمى بالفرنسية أن ديكريمون لوغاريتميتيك. يمكننا نشوفوه بعد لحظات غير لمعرفة أن هناك علاقة رياضية تربط بين U1 U0 U1 U2 U3 U4 إلى غير ذلك. متفقين؟ إذن نمشي للخامسا الآن. خامسا مبيانيا التسافر كتساوي 1 ميلي سكوند، كيف قلت يستحسن ان هذا الشكل هذا يتلصق على الورقه ديالي بالستيلو الخضر، ندير نمثل داك تي التسافر تقريبا هو التي اللي كيساوي 1 ملي سكوند. كيف قلت منين يجي الاصل ديال هذه العلاقه هذه، منين جاي الاصل ديال بان التسافر كيساوي تي تقريبا تي كيساوي القيمه اللي كنقراوها؟ لان هاد التي عنده تعبير رياضي كنوصلوا ليه، عنده تعبير رياضي، وملي كتكون داك المقاومه صغيره كيمكننا ننتقلوا من التعبير ديال التي العام وغادي نوجدوا بانه راه تقريبا هو التسافر. متفقين؟ عندنا واحد العلاقه بان التي كتساوي التسافر على الجذر ديال واحد ناقص كذا. عندما يكون هذا الجزء هذا متناهي صغير جدا امام واحد، فكيمكننا نعبر بان التي تقريبا هي التسافر في بعض الحالات حسب هذا المقدار وحسب هذه المعاملات اللي عندي هنايا، لا سيما هذه اللمضه، هذه اللمضه اللي غادي نتكلموا عليها في المحل. متفقين؟ هذا هو السبب، ماشي راه هناك جانب رياضي هو اللي كيعطيني انني يمكن ان اقبل بالنسبه لآر صغيره جدا ان الدور الخاص راه هو شبه الدور. زائد او سنرى في العلاقه. متفقين؟ قالوا لنا نستنتجوا ماذا؟ اوجد قيمه شبه الدور باعتبار، نعم هذا اللي طالبين منا. ثم سادسا استنتج قيمه معامل التحريض ال. عندنا تي صفر كيساوي جوج بي الجذر ديال ال سي، ومن ثم تي مربع كيساوي 4 بي مربع ال سي.
ال سي اذا ال كتساوي هي تي مربع على 4 بي مربع في سي تطبيق عددي ال كتساوي 10 ناقص 3 هي 10 ناقص 6 بي مربع يمكننا ناخذها هي 10 في سي هي 10 ناقص 5 هي 10 ميكرو فاراد هي 10 ناقص 5 هي 2.5 10 نعم ال كتساوي 2.5 10 ناقص 3 اش او نكتبوا ال كتساوي 2.5 ميلي اوري ميلي اش بالنسبة للمنحنى اللي عندكم ليس بدقيق وإنما سنحاول أن نقرأ بكيفية تقريبية في السؤال الموالي المفروض تكون ورقة ميليمترية وفي ذاك الورقة الميليمترية كيسهل نقرأ التدريجات تفقين هذا التمرين هذا شفناه في الصيغه ديالو البسيطه جدا بعد لحظات سنلبسه لباسا سيكون ليس بي يصعب او كيف ننظر الى بطريقه اخرى لحظات نشوفوا الصيغه ربما ملي بدينا حنا نديروا تمارين بسيطه في الورقه غادي نشوفوا الجانب الاخر ديال هذا ار سي وعندما يكون نظام شبه دوري كيفاش نتعاملوا مع اسئله من نوعين اخر اذا السؤال اللي كيجي من بعد احسب الطاقه المخزونه في الوشيعه عند اللحظه تي كتساوي 2 ميلي سكوند يمكن لي نبدل هذا السؤال هذا وغادي نقول نطلب منكم احسب الطاقة الكلية للدارة عند اللحظة تي كتساوي 2 ميلي سكوند وعلما أن اللحظة تي كتساوي 2 ميلي سكوند شنو كتعطينا 2 تي صافي نبداو بالسؤال بدينا بالأسئلة السهلة نمشيو نكملوا هذا التمرين بالصيغة ديالو شنو طالبين منا في الأصل الطاقة الكهربائية يعني هذا السؤال السابع شنو التعبير اللي غادي نستعمل واحد على جوج سي او عند تلك اللحظة غادي نقول او في سي تو عند اللحظة تي واحد هي واحد على جوج سي او سي عند اللحظة تي واحد مربع نعم قالوا لنا الوشيعة لماذا مشيت او الاو ميدال بوتي تو اولا لماذا مشيت ليها شنو المنحنى اللي عندي نعم تغير عندي اسي لو نجاوب بطريقه مباشره كيخصني يكون عندي المنحنى ديالاش ديال اي وغادي نكتب او ميدال ام عند اللحظه تي واحد كتساوي واحد على جوج ال اي مربع اما انني نحسب هذه ومن بعد نربط العلاقه اللي بيناتهم او انني نكتب بان او توتال الطاقه الكليه هي او عند اللحظه تي واحد زائد تفقين اذا سابدا من هذه العلاقه ونحسبوا شحال هي هذه او هي 0.5
السي هي 10 ناقص 5 والتي واحد شحال هي؟ ناخذ نعم جوج اكثر من جوج خمسه فين هو الوسع؟ هو الـ هو الـ القيمه القصويه الثانيه والقيمه القصويه الثانيه تقريبا مربع ونصف فين غادي تقرا؟ ها هاد من لهنا لهنا تي ياك يعني ومن لهنا لهنا تي تقرا هادي تفقي معايا؟ لا نقولوا كنا تقريبا نقولوا مربع ونصف ب جوج دي جوج 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 صافي عرفتوا مع تبع معايا في هذا الشكل هذا بدا من لهنا لهنا هادي انت غادي يكون عندك جوج جوج المربعات صغار دي بالنسبه للزمن هنايا ها واحد غادي تحسب من لهنا لهنا هادي ومن لهنا لهنا هادي شحال عند مربع ونصف ما بنت لكش والاخر الله يسامح حيت رمانا باش نوصل لعندك السنين صفر في قسم واحد فين هو هات الاول ياك هات الثاني هذا راه تقريبا ولا لا لا وطلع لي هنا وهذا ديال الاسقاط لهذا المحور ديال الكسي واضح الان اذا واحد ونصف واحد فاصله خمسه اس اثنان واش غادي يمكننا نقولوا هاد او بيتي تو عند اللحظه تي واحد تساوي ماذا راها قصويه هي واحد على جوج سي او سي ماكس عند اللحظه تي واحد مربع ولا لا تساوي عطوني هاد القيمه هادي لنستعمل الكالكولاتريس ما حسبتيش لان مازال مع هاد ما بغاتش تدخل لك الدماغ ديالي ما بغاتش واحد فاصلة خمسة أس اثنان مقسومة على جوج إذن هي واحد فاصلة مية خمسة وعشرين عشرة أس ناقص خمسة ناقص خمسة جول لاحظوا هذا نعم شحال خمسة واحد فاصلة خمسة مضروبة في خمسة شحال عندنا التدريجة خمسة الفولت نعم مضروبة في خمسة هنايا نعم واحد فاصلة خمسة تدريجة مضروبة في خمسة الكل أس اثنان إذا نعيد الحساب من جديد الحساسية الرأسية ماشي واحد بل خمسة جوج فاصلة واحد وثمانين جوج فاصلة واحد وثمانين عشرة ناقص أربعة جول لاحظوا أن الطريقة اللي مجاوبين بها هي طريقة طويلة كان بإمكاننا لأن هذا أول حالة اللي كانت عاملوا معها في واحد اللحظة معينة الآن إلا بغينا نسنجو الطاقة الكهرباء الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشعة شنو العلاقة اللي بيناتهم يا إما غادي تكون عندنا إي وكنحسبوها بطريقة مباشرة أو ما كتكونش عندنا إي وغادي نحسبوها بطريقة غير مباشرة سأعود لهذا الرسم هذه اس
هنا عندي تي وهنا تي وهنا تي. كيف هي اسي هنايا؟ هذه تي واحد اسي شنو هي؟ كيف هي؟ التوتر بين طرفي المكتف. عندما اتواجد في هذه اللحظات هذه فكيكون دائما اسي قصوي. عندما يكون التوتر اسي قصوي كيف تكون اي منعدم؟ الحقيقه الا بغيت نمثل ايدو تي فغادي تكون ايدو تي هنا منعدمه. اذا عند اللحظه تي واحد اسي عند اللحظه تي واحد قصويه، ومنه ان ايدو تي ايدو تي واحد تساوي صفر، وبالتالي غادي تكون عندنا او مدال ام عند اللحظه تي واحد تساوي صفر. واضح؟ شحال هي الطاقة الكلية عند هذه اللحظة؟ هي هذه القيمة هذه، هاد او توتال هي او ام عند اللحظة تي واحد زائد او بوتي تو عند اللحظة تي واحد، واللي كتساوي هي 2.81 10 ناقص 4 جول. والطاقة في هذه اللحظة غادي تكون عاود تحسبها بهذه الطريقة. هذه الطاقة هذه تتناقص خلال الزمن، وغادي يجي واحد اللحظة اللي غادي تكون تقريبا بأن الطاقة الكلية للدارة منعدمة نتيجة ضياعها على شكل حرارة في الموصل الأمي. متفقين؟ إذا مرينا عبر الطاقة الكهربائية، لأن المنحنى عطاونا هو المنحنى ديال أسي، وبالتالي كنحسب كان بإمكاني بعد عدة تمارين كان بإمكاني جاوب بطريقة سهلة. شنو هي؟ هذا الواحد ملي كيكون تمرن جيدا على هذا النوع من التمارين غادي يقول عند اللحظة تي كتساوي جوج تي، بما أن سأجيب فقط بجمل، هادشي كامل فقط غير باش نعرف. أما من بعد إن شاء الله في تمارين مني كنتمكن كنقول عند اللحظة تي واحد اسي قصوية وبالتالي فإي منعدمة، إذا الطاقة في الوشعة منعدمة. وهذه الطريقة هذه غنحتاجها هي الحالة العامة، دائما نحدد عند واحد اللحظة ونحدد الآخر إلى غير ذلك. ردوا البال، راه إما كيعطيونا اسي وكيعطيونا معها ايدو تي وكيطلبوا منا الطاقة الكلية أو الطاقة الكهربائية أو الطاقة المغناطيسية، وكيخصنا نعرف لأي منحنى غادي نمشي. إذا كانت عندي اسي وعندي اي طلبوا مني الطاقة المغناطيسية كنمشي واحد على جوج اي مربع، ديك اللحظة نقرا اي ونعوض. إلا عطاوني اسي وبغيت او ال كيخصني عادة التمرين اللي غادي يعطوني فيه فقط اسي وغادي يطلبوا مني او ام ما غادي تكون غير إما منعدمة أو قصوية. متفقين؟ بمعنى الا عطوني مثلا في هذه اللحظه هذه غادي يقولوا لي شحال هي غادي في لحظه اللي غادي تكون هنا، لاحظوا ان اسي منعدمه، وبالتالي في هذه الحاله غادي تكون ام غادي تكون قصويه. متفقين؟ وخصني نعرف اي ماكس في تلك اللحظه. الطريقه الثانيه اللي كيعطيونا هو المنحنى اللي شفناه في الدرس، كيعطيونا الدالتين كنا قلنا في الدرس. اول حاجه اللي غادي يطلبوا مني هو نتعرف على فين هي او الطاقه، داله الطاقه الكهربائيه وداله الطاقه المغناطيسيه باش كنميز بيناتهم. اللحظه تسف لان ندخل المكتف مشحون، وبالتالي فهذه هي او ميدال بوسيتو وهذه غادي تكون او ميدال ام دو تي. لو عطوني في لحظه تي ما قالوا لي احسب طاقه مثلا في هذه اللحظه هذه تي واحد احسب الطاقه الكليه للدار، شنو غادي ندير؟ هي الطريقه اللي درنا الان. شنو درنا؟ بان هاد او عند اللحظه تي واحد كتساوي هي او ميدال بوتي تو عند اللحظه تي واحد زائد او ميدال ام عند اللحظه تي واحد. شنو خصني نمشي؟
غادي يمشي من هنا للدالة لحسن الحق في الحالة هذه، هنا تقاطع بين الدالتين وبالتالي لهما نفس القيمة. إذن يكفي أنني ندير الإسقاط القراءة أو، هذه هي أو، أو واحد اللي كتساوي أو أم واحد، وغادي نقرأ هذه القيمة هذه بالسلم ديالي وغادي ندير هي جوج أو واحد أو تي واحد اللي هي جوج أو أم عند اللحظة تي واحد. كانت في لحظة ما مثلا هنايا في هذه اللحظة هذه، نعم كان نمرر للدالتين، هذه غادي تعطيني وهذه غادي تعطيني أو أو أم جوج وهذه أو أم أو 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 جوج، تفقد وعليه. إذن هذا كان التمرين الثاني والأخير. هذا التمرين هذا قلت غادي نحاولوا نعطيه بصيغة أخرى ونديروا هنا أسئلة إضافية لهذا التمرين. باء أو إلا خدينا واحد بالجزء الأول هذا غادي يكون الجزء الثاني. سنشارك أصدقاء ديالكم بالعلوم الرياضية بعد التمارين في الحدود القصوى ديال العلوم الفيزيائية ووسط قولوا بالنسبة للسؤال الأول اللي غادي يكون هذا الجزء الثاني. أولا بين أن المعادلة التفاضلية للدارة تكتب على هذا الشكل، دي دو اس مربع، دي مربع دو اس على دي مربع زائد جوج لامدا دي دو اس على دي تي زائد 4 بي مربع على التاسع في المربع اس كتساوي ثم استنتج تعبير لامدا بدلالات معطيات التمرين. ثانيا نقبل كحل للمعادلة اس دو تي كتساوي او اكسبونونسيال موان لامدا تي في الكوسينوس ديال جوج بي على تي تي. السؤال في الحالة هذه ألف بين أن ألن ديال أس دو تي على أس ديال تي زائد كتي كتساوي كتي
ثم استنتج مقاومة الضغط. كاف لامدا تي نيا كا لامدا تي نعم اللي تكلمنا عليه قبل لحظات. ثالثا علما ان شبه الدور يكتب على الشكل التالي ناقص لامدا مربع العلاقة بين مقاومة الدارة والمقدار L على C والمقدار L على C لكي يكون التي تقريبا هو التسافر نعم هذا هو الجزء الوجه الآخر لهذا التمرين. متفقين؟ بالنسبة للسؤال الأول عندنا تقريبا شنو غادي نديروا الآن؟ السؤال الأول هذا عندنا معادلة جاهزة وغادي نحاول نطبقها مع هذه لا لا شنو المعادلة اللي عندنا جاهزة عندنا L C عندنا D D S D مربع D S على D مربع زائد ماذا زائد واحد على L C S مربع زائد رجعوا للمعادلة اللي كتبناها نعم نعم باش نجيبها بحال هكذا الا بغيتوا تكتبوها كيف كانت عندنا من قبل شنو كانت عندنا هي ال سي دي مربع زائد او سي زائد اف بيتي تاع سي دي او سي على دي يساوي صفر نعم لا أس نعم سنعود على الدارة عندنا أس زائد قلنا R C D D S على D T كتساوي صفر. أنا أكتبها بالصيغة اللي عندي تمايا D مربع ديال أس على D T مربع زائد R C على ماذا على L صيغة تبقى لي R على L الدي ديال او سي على الدي تي هنايا زائد واحد على ال سي في او سي كتساوي صفر وغادي نكتب الاخرى بالتعبير ديالها كيف هي الدي مربع ديال او سي على الدي تي مربع زائد جوج لامدا دي او سي على الدي تي زائد
4 في مربع على تي صفر مربع في اس كتساوي صفر. هذه راه هي اللي خرجناها ما فيهاش مشكل، ولكن ما قالوا لي لامدا. اذا لامدا كتساوي ماذا؟ هي بوتيتر على جوج ال، وغادي تعطيني من هنا ماذا؟ هي تي صفر كتساوي ليس بجديد الجذر ديال ال سي. متفقين؟ هادو هما العلاقات اللي غادي تعطينا العمل ليس بصعب. السؤال الموالي شنو هو؟ عطاونا نقبل كحل ديال المعادله او سي او اكسبونونسييل موان لامدا تي زائد كوسينوس ديال جوج بي على تي. بين ان ال ان ديال او سي دو تي على او سي ديال تي زائد كتي تساوي ك في لامدا في تي، مع تي هو الدور او شبه الدور. يلا شكون اللي يعطيني اول؟ نبداو من هذا النسبه، ناخذ او سي ياك. عندنا او سي دو تي على او سي ديال تي زائد كات تي تساوي، غادي ندير الداله هي او اكسبونونسييل موان لامدا تي في الكوسينوس ديال جوج بي على تي في بتيت تي على او اكسبونونسييل موان لامدا فاش مضروبه تي زائد كات تي ياك. غادي نعوض تي، هي تي زائد كات تي مضروبه فاش؟ في الكوسينوس ديال جوج بي على تي فوا تي زائد كات تي. شنو غادي تلاحظوا؟ هذه دال هذه هي هذه ولا لا؟ غادي نختزل بهذه. متفقين؟ هذه دالة دورية والدور ديالها هي كات تي، وبالتالي فهادو غادي تختزلوا. شنو غادي يبقى لي في هذه النسبة هذه؟ أو سي دو تي على أو سي ديال تي زائد كات تي تساوي ماذا؟ هي تبقى لي إكسبونونسيال موان لامدا تي على إكسبونونسيال موان لامدا تي زائد كات تي. دابا الآن غادي ندخل ألين. إذا ألين ديال أو سي دو تي على أو سي ديال تي زائد كات تي كتساوي ماذا؟ إذا هي ألين ديال أ على ألين ديال بي ياك. نفكك مباشرة، هي ألين ديال إكسبونونسيال موان لامدا تي ناقص ألين ديال إكسبونونسيال موان لامدا تي زائد كات تي. شنو غادي يكون عندي هنايا؟ غتعطيني ماذا؟ يا ناقص لامدا تي ناقص لامدا تي زائد ك زائد نعم ناقص هي ناقص زائد كات تي. هي غادي تجي تعطينا هنا زائد، تبقيت للتسهيل غتعطينا زائد. غادي تختزل هاد لامدا تي وغادي تبقى لي هي العلاقه اللي طلبوا مني. شنو هي؟
نعم هي في النهايه غادي يكسبها هذا غادي تبقى ماذا هي لامدا في واحد نعم هذه تماما هنايا الاقوس نعم وغادي تعطيني الان ديال اس سي دو تي على اس سي ديال تي زائد كات تي تساوي ماذا هي لامدا في ك تي هما اللي طالبين منه هذه العلاقه اللي طالبين منه رياضيات خصني يكون عارف الخاصيه ديال اللوغاريتم كيف نحدد هاد لامدا شنو هي دابا بقى لي هاد التطبيق باش نخرج المقاومه ديال الضرب سناخذ ك كتساوي واحد تبعوا معايا الا خدينا ك كتساوي واحد وغادي نبدا التسافر هاد ال ديال اش ديال اس سي صفر على اس سي ديال اش ديال تي من بعد الدور يساوي لامدا في واحد في تي ولامدا شنو هي؟ هي ار على دو زاد ومنين غادي نقرا هاد اس سي صفر هنايا عندكم المنحنى شحال هي اس سي صفر في المنحنى في الورقه عندكم جوج عندكم خمسة الفولت لكل واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة في خمسة هي عشرين إذن هنايا غادي ناخدو اس سي اس سي صفر 25 20 فولت وشحال هي تي اس سي عند اللحظه تي بعد الدور شحال هي من المنحنى عندكم واحد جوج جوج تدريجات ونصف اذا هي 10 هي 12 ونصف اس سي ديال تي هي 10 ونصف فولت شنو باقي كيخصنا هنايا اذا عندنا كل المعطيات الحسابي ار متفقين حاولوا تكملوا هاد السؤالين هادو ونشوفوهم لاحقا الحصة المقبلة ان شاء الله اذا الفكره من هنا يمكن لي نخرج ذاك المقاوم اذا نعود للان ديال اس سي صفر على اس سي دو تي تساوي لامدا تي مع لامدا كتساوي هي ار على جوج ال وبالتالي فال ان ديال او سي صفر على او سي ديال تي كتساوي بوتيت ار على جوج ال كرو تي اذا بوتيت ار كتساوي هي جوج ال على تي جوج ال على تي في ال ان ديال اس سي صفر على اس سي ديال تي هنا في هذا التمرين هذا هي جوج فاصله خمسه عندنا ال كتساوي في هذا التمرين 2.5 ملي اش عندنا اس سي ديال صفر قريناها بالمليان هي 20 فولت عندنا اس سي ديال عند اللحظة بعد تي كتساوي من المنحنى هي 12.5 فولت عندنا تي هو واحد ملي سكوند ونعوضو كتساوي جوج فاصله خمسه
على 10 ناقص 3 في الان ديال 20 على 12.5. نحسبوا نعم بالآلة الحاسبة ln ديال 20 مقسومة على 12.5 يساوي نضربها في 5 دين 10 ناقص 3 مضربها في 5 هي 5 تقريبا جوج تقريبا جوج ديال الأم جوج فاصلة ثلاثة وهي القيمة اللي عطوها لنا هي القيمة ضمن معطيات التبريد ضمن معطيات التبريد بالنسبة للسؤال الأخير هذا السؤال الثالث الثالث لكي يكون التي هي التساف يخص يكون هذا واحد على التي يكون صغير جدا أمام نعم هنايا إلا خدينا واحد على التي صفر مربع كبير جدا أمام لندا مربع على 4 تي مربع سيكون هذا الشرط هذا باش يمكننا نكتبه بأن لكي نكتب أن تي كيساوي واحد على الجذر ديال واحد على التي صفر مربع اللي هو التي صفر باش نكتبه هذا يجب أن نهمل هذا الجزء هذا إذا واحد على التسافر واحد على 4 بي مربع ألف سي سيكون كبير جدا أمام لامدا مربع على 4 بي مربع بمعنى شنو طالبين الشرط مع ال سي غادي ناخذو من هنايا نعوضو لامدا لامدا هي ار إذا واحد على ألف سي ستكون كبيرة جدا أمام لامدا مربع اللي هي R مربع على جو على 4 على 4 في L مربع انطلاقا من هذه العلاقة غادي تبقى لنا نختزل نعم غادي نختزل L غادي تعطيني بأن L مع L وغاتجينا L هنايا هي L على C ستكون كبيرة جدا أمام R مربع على 4 بمعنى طالبين منا المقاومة ديال الدارة في هذه الحالة المقاومة الدارة هي بيتيتر إذا بيتيتر مربع خاصها تكون صغيرة جدا أمام 4 في ال على السي بمعنى أن ار خاصها تكون صغيرة جدا أمام جوج الجذر ديال اس هذا هو الشرط لكي نعتبر ان التذبذبات اللي هي شبه ذات تصبح تذبذبات دوليه اذا هذا هو الشرط بالنسبه للمقاومه الضاره تكون صغيره جدا امام جوج الجذر ديال ال سي نعم بصفة عامة R total خصها تكون صغيرة خارج هذا التمرين هو جوج ديال الجذر على S كل دارة مقاومتها الكلية أصغر بكثير أمام جوج الجذر L على C فيمكن أن نعتبر أن التذبذبات في هذه الحالة تقريبا شبه الدور يساوي الدور الخاص عدا ذلك لا يمكن أن نعتبر أن شبه الدور كيساوي الدور الخاص.